السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، والحلقة رقم 19. النهاردة إن شاء الله هتناول كلمتان في اللغة المصرية القديمة، بنستخدمهم كتير وعدوا علينا كتير من خلال دراستنا للغة المصرية القديمة، وبالتحديد في دروس جاردنر اللي خدناها في معاهد وكليات السياحة أو في كليات الآثار. حتى عندنا الفعلين في اللغة المصرية القديمة الكثير الاستخدام، اللي هو فعل سجم بمعنى يسمع، والفعل الآخر مآ بمعنى يرى. في كتابة المخصص في كل كلمة هناك مخصص معين ومحدد. الكلمة الأولى والفعل الأول اللي هو يسمع سجم، نرى أذن الصوت. وفي الكلمة الأخرى نجد أن المخصص يمثل على شكل المنجل، اللي هو المنجل الذي يستخدم في حصد المحاصيل الزراعية أو حش الحشائش زي ما احنا بنقول، بالمعنى الدارج. وان المصري القديم كان مميز في استخدامه دقيق اللغه او دقيق المنظر او الصوره لتحديد المعنى وقوه المعنى والدلاله على المعنى من خلال استخدامه لهذا المخصص. ففي الكلمه الاولى اللي هو سجم الفعل يسمع، نجد ان اذن الصور هي المستخدمه كمخصص. وطبعا الأذن بمعنى في العموم أنها تدل على حاسة السمع، ولكن لماذا أذن الصور بالتحديد؟ فنجد أن من طبيعة الصور في الطبيعة أنه يستطيع أن يسمع على مسافات بعيدة، وبالأخص اللي هو صوت الأنثى اللي هي البقرة من على مسافات بعيدة. ولذلك نجد أن المصري القديم، حتى احنا في مرة من المرات أفردنا بوست عن الكلمتي بول بمعنى تور، والكلمة الأخرى اللي هي برضو في اللغة اللي هو الأوكس. إيه الفرق بين الاثنين؟ وعرفنا الاثنين بمعنى اللي هو ذكر البقرة، يعني زوج البقرة اللي هو البول أو الأوكس. لكن في تحديد اللغة اللي هو العجل أو التور، فنجد أن العجل والثور يتم إخصاء الذي يخصى، فهو اللي كان بيستخدم في أعمال الزراعة لكي لا يترك الزراعة أو الحرث أو الأعمال الشاقة ويترك العمل ويذهب إلى ملبيا نداء البقرة، فلذلك كان يحدث له إخصاء. فأذن الثور اللي هي يسمع، ده دلالة على قوة السمع ودلالة على حاسة السمع بقوة، فاستخدمها المصري القديم للدلالة على برسمها بأذن الصور. أما الفعل الثاني اللي هو مآ بمعنى يرى، فاستخدام المنجل عند الحصاد، وأن اليد اليمنى مثلا تمسك المنجل واليد الأخرى بتمسك النبات أو المحاصيل مجمعة في كحزمة واحدة في اليد، ويأتي بالمنجل لكي يحصد أو يحش هذه الحشائش أو المحاصيل، وإنه عليه أن يدقق النظر عندما يفعل هذا، لأن خوفا على إصابة يده من هذا المنجل. فهو المصري القديم كان عنده عبقرية في استخدام المخصص المنجل لكي يدقق نظره ويسلط نظره وحاسة النظر كلها على اليد التي تستخدم في عملية الحصد، واليد الأخرى محترسا من إصابتها بأذى أو جرح. ده هو فيه. حتى في فعل مآ حاليا لما بنستخدمها في اللغة الدارجة بنقول مأ عينك، هذا الولد بيذاكر كتير ويمجج عينه تمججت من المذاكرة، فهو فعلا الفعل في اللغة المصرية القديمة اللي هو مأ بمعنى ينظر. ويمكن نرى بعض الشيء من كلمة سجم من على وزن سمع أو يسمع أو الكلام ده برضه ربما، لكن هو مأ هي الأقوى في التأويل وهكذا. شكرا لكم محمود الطيب.